الهامة التي نتمنى أن تكون. وينباي تطبيق جديد للبنك الوطني الجزائري يساعد زبائن صنع الغاز على تسديد فواتيرهم من الهاتف الذكي، فبمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة والتصديق على العملية تسدد الفاتورة. ستعطي طريقة الدفع الجديدة الآمنة والبسيطة جدا والفعالة صورة أكثر حداثة واحترافية عن الشركة، وهي أحد الأدوات والميكانيزمات الحقيقية لتسهيل المحاسبات كذلك. التطبيق الجديد يدخل ضمن مساعي الرقمنة التي تنتهجها المؤسسات المصرفية لتسهيل التعاملات المالية عن بعد على المواطنين. نعمل ونواكب لتغطية عمليات الدفع الإلكتروني على مستوى كل المؤسسات الاقتصادية الفاعلة، وهذا هدفا منا لتحسين مستوى خدماتنا وتوصيل أسهل الأدوات الدفع إلى المواطن. تطوير وسائل الدفع الإلكترونية ذلك ما تعمل عليه مختلف المؤسسات الاقتصادية، فمواكبة التطور التكنولوجي من شأنه تسهيل الاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية وتخفيف العراقيل البيروقراطية على المواطنين.